هنعمل قرنبيط سويت اند ساور. فعندي هنا قرنبيطات صغيره كده مغسوله، ممكن تتسلق نص سلقه وممكن ما تتسلقش خالص وممكن تتشوي. ده اللي احنا عملناه، شويناها في الفرن او الاير فراير بنقطه زيت وملح وفلفل، او من غير زيت وملح وفلفل. فتشوهم اوكي، تقلوهم اوكي، تسلقوهم اوكي، كله تمام. الشوي بقى في الاير فراير ماشي، في الفرن ماشي. بعد كده عندي للصوص زيت وبصل وفلفل احمر رومي وتوم واناناس وعصير اناناس وخل الرز او خل عادي مفيش مشكله، وعندي صويا صوص وكاتشب وسكر بني ونشا مع شويه ميه طبعا، وعندي رز للتقديم. الرز برده يبقى مصري او يبقى بسمتي مفيش مشكله، والرز المصري بتاعنا جميل جدا جدا، وهاته من السايب من عند العلاف. زيت، بصل، ملح، فلفل اسود، ثوم، فلفل رومي، شوية سكر بني او عسل اسود او عسل ابيض. هحط فيها عصير الاناناس، الخل، النشا. لو احتجت ميه بعد كده ابقى ازود ميه يعني، بس انا دول بالنسبه لي الاول. ممكن كمان هحط معاهم الصويا صوص لانها تعتبر سائل، عشان ما نزودش الميه على الفاضي. نجرب دول الاول، نفعوا نفعوا. عايزين نزود شويه ميه سخنه، نزود شويه ميه سخنه وشويه الكاتشب اهم. كده بقى عندنا سويت اند ساور في البيت اهو، بيتي وسريع جدا. ننزل بالخلطه اللي احنا جهزناها، ننزل بالقرنبيط اللي احنا شويناه بالزيت والملح والفلفل فقط لا غير، وممكن من غير زيت خالص. ننزل بالاناناس، لو كان فريش يبقى حلو قوي، لو ما كانش يبقى ماشي برده مش مشكله، بس طبعا الفريش هيدينا ايه يعني نكهه احلى بكتير. بس خلاص